العسل والشربات، والنهارده انا وماجي جوزي جايين لنا في بيتنا ومنورنا النجم هشام عباس وزوجته القمر جيجي. والحقيقه يعني احنا هنكلمكم في موضوع، بس يعني يا ريت ما حدش ايه يضايق جيجي بالموضوع ده. هو هشام جه واشتكى لنا وقال لنا ما تقولولهاش، بس الصراحه راحه وانت ما بتعرفش، واحنا لازم نقول لها هو قال ايه. لا حول ولا قوه الا بالله. هشام جه لنا وماجي في يوم من الايام كده واحنا قاعدين لوحدينا وقال لنا جيجي منكده عليا دايما دايما وعايزكم تتكلموا معاها عشان خاطر يا شوشو تبقى حلوه وفرفوشه زيك كده، فاحنا قلنا نجيبهم ونعشيهم ونبسطهم وبعدين نقول لها بقى المفروض تعمل معاها ايه. وبعدين يا حبيبتي ده نجم لازم تطري عليه القعده كده، ما ينفعش تنكدي عليه. صح؟ ايوه انا عايزك، بص انا عايزك تبقى زي شوشو كده. انا عايزك بقى تبقى زيها، ولا بتنكد ولا حاجه، دي فرفوشه جدا في البيت. شفتي؟ بس انتوا والله العظيم منورنا. ربنا يخليك. عاملين ايه؟ شكرا. بقالكم كام سنه بقى متجوزين؟ شويه. قد ايه؟ شويه يا عم لزاز يعني. شويه لطاف. لا قولوا ما تخافوش مش هنحسدكم. لا لا مش انتوا اللي تحسدوا. الناس. لا احنا جمهورنا مش حسود، جمهورنا زي المسك والعود. لا بيقدم. لا ما بيقدمش ولا يأخر. ولا يأخر. ده بيحسد. لا لا جمهورنا حلو. لا لا جمهورنا حلو. 22. بقالكم 22 سنة ما شاء الله. واحنا بقالنا كام سنة يا مدوش؟ خمسة؟ طب قولوا لنا بقى انتي بتنكدي عليه ولا بتعملي ايه؟ ده معناه ايه؟ بصيت له. ده معناه ايه؟ لا اصل انا ست هاديه مش انفعالية خالص. لا مفيش نكد، ما بيستمرش يعني، حتى لو في نكد بيبقى مفيش نكد ربع ساعة يعني. يعني في نكد بيبقى ربع ساعة كده يعني على الماشي يعني، ما بيبقاش حلو ده، ما بيست يعني، عشان كده بقول لك ما بنديلوش فرصة. ساعة فاضل لك خمس دقايق على الربع ساعة. طب وليه ما يبقاش هو اللي فاضل؟ ايوه. طب انت قولي لنا، صح هو بينكد عليكي؟ لا بداية الجواز كان في حاجة، كان في يعني بداية في مشاكل. صح. يعني احنا طبعا بداية الجواز كنا حبيبة وكده وبعدين اساسا يعني اتعرفنا على بعض بخناقة اصلا. بخناقة. لا تحكوا لنا بقى. ايوه يعني يعني هي كانت انستراكتور يعني جيم، في الجيم كانت بتعمل ايروبكس وستبس والحاجات دي. تاري ما شاء الله. وانا انستراكتور برضه. انا كمان انا كنت انستراكتور 3 سنين. الجيم قفل في حمام التلات. حمام التلات. كويس. وبعدين انا يعني كنت بغني في نفس الاوتيل اللي هم كانوا بيعملوا فيه، في واخدين الجيم بتاعه، واخدين اوضه كده بيعملوا فيها ايروبكس، كل شويه انا رايح الجيم اعدي الاقي اوضه مليانه بنات. عمالين يعمل هوب 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 وات وحاجات حلوه قوي. واخش ابص براسي كده يروح باصين لي، اروح طالع على طول. اول ما تمشي هوب هوب. فانا قلت طب انا بكره، انا تاني يوم انا هخش عليهم اعمل زيهم يعني. فدخلت فعلا، رحت عملت كده، فراحوا فيه قالت لي لو سمحت اطلع بره. ايه ده؟ انا كنت هشام عباس بقى. يعني كنت مطرب يعني. كنت بغني وبتاع ومشهور بقى يعني. فقالت لي لو سمحت اطلع بره. فقلت لها طب انا عايز، قالت لي لا احنا بنات بس. قلت لها طيب ماشي، رحت خارج وبعدين رحت راجع تاني. طب ممكن درس خصوصي يعني؟ ايوه انا الواحد برايفت. انا عايز اخسس وعايز يعني عايز ابقى فيت كده. قالت لي ممنوع، ما بنعملش برايفت. ففي واحدة طبعا معاها تانية فاكرة؟ قالت لها ليه؟ ده هشام يجي بعد ما نخلص، نيجي معانا يقعد معانا نص ساعة نعمل له شوية ايروبكس ومش عارف ايه. فهي كانت لا لا لا. طب انت كنت قفشة كده ليه طيب؟ ايه القفش ده؟ هشام عباس لان انا كنت بلمس يعني. انت كنت داخل بجرأة. كان باين وانا الست بتحس يعني. كنت اصل اول ما رفضت قلت ازاي يعني ترفضني يعني انا يعني يعني انا فالكرامه بقى. اول ما اقول برايفت ايجو نقح عليه. ازيك يا اتش واحنا بنحبك ومش عارف ايه. طبعا يعني انا لو منها مثلا وجت لي مثلا تقول لي عايز اعمل لك، اقول لك ده انا اعمل لك ايروبكس ومشاج وكل الحاجات الحلوه. مش كده، مش بس ايروبكس.
ده انا ممكن اجي اطبخ لك. والله يا عسل بصي بيبص لها ازاي بدري قوي النبي يا خلاص. فبدات بقى ان هو المدخل كان من هنا وبدانا يعني نلين الامور حبه حبه وبتاع ومش عارف ايه لغايه ما اتعرفنا على بعض و... بس انت من اول ما شفتها وخلاص بقى انبهرت. عجبتني وبتاع وانها كانت مشاكسه ونمروده وعامله كده ومش عارف ايه. حاجه الموضوع ألذ من كده واسلس من كده بكتير يعني. نرجع بقى للنكد. هو بقى ما بينكدش عليكي خالص؟ ايه لا بجد؟ لا يعني نكد يعني تفضل قاعد مبوظ في وش بعض؟ لا مثلا؟ لا خارجين خروجه بوظها؟ ايه الجواز ده؟ نسي المعادي؟ ما بتزعجش. مفيش حاجه من دي خالص؟ اول الجواز في اول الجواز مش شرط الايام دي. بص اصل احنا ما اتجوزنا كان هشام مشغول جدا. وانا حملت على طول فاحنا كمان احنا الاثنين اتشغلنا. لا هو في لحظات كده عارف اللي هو مثلا اغني بكون عندي مثلا اغنيه ايه بغنيها عايز اتمرن عليها فتلاقيني مثلا ايه اقعد اعيد الجمله مثلا قد مثلا ايه 20 30 مره عشان ايه اجود يعني الاغنيه مثلا شغاله مثلا ايه اقول مثلا يعني مثلا شيل ايدك من على خدك. لا خد بقى في المايك بقى. لا 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 مش غني انا بس بقول لك اكزامبل يعني بقول لك مثلا بس يعني حاجة. حلوه دي قوي. يلا حلوه دي يلا يعني انا مثلا ايه في الحته بتاعت شيل ايدك من على خدك انا جنبك انا جاي اخدك شيل ايدك من على خدك انا جنبك انا جاي اخدك حبيتك وبحبك اكتر منك مش قدك ماشي أيوه. بعدين اجي اوصل مثلا لحته ايه مش هنسقف كل ما اجي اغني. لادوني فرصتي بس عشان في حتت بقى ايه من اللي جرالي في ثانيه احساس تاني وحاجه تانيه من اللي جرالي في ثانيه واقعد بقول من اللي جرالي في ثانيه احساس تاني وحاجه تانيه من اللي جرالي في ثانيه احساس تاني احساس تاني احساس تاني. ايه اللي حصل؟ انا اتعصبت. طب ولا زمان؟ اوكي. طب ولا زمان ايه؟ زمان والله. ايوه فانا طبعا يعني ايوه ايوه انت بتسمع ليه؟ دي في التركوه. طيب ماشي فبتروح بقى فبتروح بقى اللي هو ماشي بس هشام قول لها فيها يا بيبي بيبي هشام يعني انت قلتها كتير قوي يا حبيبي مش قادر مش قادر ده في الاول ما هو كل ده بنتكلم الاول ده في الاوائل يعني في الاول اللي هو حبيبي انت بتقولها كتير قوي كده اصل بجاود يا بيبي عشان بس اخش اسجلها اصله يعني ده كتير قوي انت يعني بقت بعد شويه بقى لا لا ما تغنيش خالص دلوقتي لا 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 اتمرن فوق لا ما تغنيش لا, لا, لا يا هشام يعني وبعدين بقى ايه ف يعني علي يكون معدي وصغنن بقى كده بطل يا بابي بامي هتقول لك بطل بقى دلوقتي ده كمان بقى حافظ. طب انت ايه اكتر حاجه بتوترك او بتعصبك من هشام؟ ولا حاجه لا 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 في لا انا ما بحبش الدوش مش الاصوات الكتير عامه احنا انا صوتنا عالي احنا واخدين لا لا يعني من غير ما تقول احنا عايزين شويه تقعد في هدوء صح طب ما احنا ممكن نكمل كده تعالى انا جايه انا جايه عامله حسابي استحمل ان انتوا هتقعدوا شويه تعملوا يعني انت جايه لنا اساسا مش طايقانا جايه لنا هستحمل عشان صوتنا عالي استحمل لا ده احنا بنحب الدوشه قوي بقى خلي بالك ويلا يلا يلا عسل 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 عس
ايوه بس مش كده يعني. خلاص ماشي، بتكسف قوي دايما. اقول له حاول ما تبقاش خجول كده، هو خجول اكيد من عنده بشبك قدام الناس اكيد، دي حد لازم يتكسف منها يعني. بس الحاجات دي بتضايقني، بتخليني اتضايق وبتكسف، اقول له انا متضايقه اصلا من ايه، فبفضل متضايقه وكاتمه في قلبي. هو بقى يقعد يقول لي انت ايه اللي مزعلك، وانا ما ببقاش عارفه، انا بيبقى نفسي هو يبقى فاهمني من عيني، فدي حاجه بتضايقني قوي اصلا منه يعني، ان هو ما بيفهمنيش يعني. غني لها بقى، غني لها من غير غنى. لا ما بفهمش ايه اللي بتزعل ليه. غني لها. عملت اغنيه، انا عملت اغنيه للموقف ده. ايه بقى؟ ليه مش عارف ليه زعلانه من ايه، عايز اعرف عني قالولك ايه، بيوقعوا بيني وبينك ليه، انا والله ما عملت ولا حاجه. الله الله. انا عجباني انا والله ما عملتش ولا حاجه، انا على طول امسكهالك دي. اه طول الوقت كان يقولك يعني. انا احكي لكم موقف، كنا مره في شهر العسل وكنا متضايقين قوي منه، يعني انا بقى بيبقى نفسي مثلا لو احنا متضايقين يغني لي اغنيه زي دي، انا لو هو جوزي وبحبه لو غنى لي اغنيه زي دي هتصالح ومش هزعل. هو بقى بيفضل يعني عامل كده، ما انا ببقاش عارف انا زعلان رياكشن كده يعني. بصوا تعالوا انا هوريكم حاجه حصلت لنا في شهر عسل. ايوه وانتوا احكموا. ماشي ماشي. مادي الله البتاع ده حلو قوي يا مادي. اه حلو قوي. انت يا مادي مش هتبقى خايف؟ انا مرعوب مش خايف. طب امال بتعمل كده عشان ايه؟ تفتكر يا مادي ممكن يقع؟ ما تخافيش خالص. انا خايفه بس هو ممكن لو وقع بينا هتبقى قصه حبنا نهايتها رومانسيه، يبقى زي روميو وجولييت. بس هي المشكله دلوقتي هنطلع ازاي؟ ممكن تشيلني يا مادي؟ لا شيلني قبح. الله دي استحالة يا مادي. مفيش باب. نو دور. نو دور. I'm gonna put it on. اوكي بوش مي. نو. يلا ارمي نفسك ها، مش مشكلة لو هنعدلك جوه. اوعى يا مادي يا جامد. Is it cold upstairs? No. Really? Really. في ايه مالك مبوزة ليه؟ يا شوشو ايه ده؟ في ايه يا بنت مالي؟ والله ايه في مش عارف مالي. ايه مبوزه ليه؟ ليه مديه البوز ده؟ ما انت كنت فرحانه ومبسوطه وجاريه بتجري على البالون عايزه تطيري. كنت اه عشان تعرف ان انا كانت نيتي سالكه، يعني انا كنت جايب نيه سالكه. وايه اللي حصل؟ انت بتنيل ايه؟ انا بنيل ايه وبعدين بتقولي إيه؟ البوز. انا بوز يا مادي؟ ما انت مديه بوز اهو. انا بوز يا مادي؟ كنت بقول لك اقفل التليفون عشان خاطر الفاتوره بتاعتك. بقيت ببوز؟ بقيت ببوز يا مادي؟ انت بتمد ايدك عليا؟ بمد ايدي عليك؟ هي الخطه دي كده مدت ايد؟ طب فك البوز ده بقى. انت بتزغدني؟ انت بتزغدني وعارف ان انا جسمي بيزرق وترجع تقول لي مزرقه؟ انت بتزغدني؟ انت بتضربيني ليه؟ انت بتعيطي؟ انت بتضربني يا مادي؟ كأبتيني وكأبت الرحله كلها. بتعيطي ليه؟ هو انا عملت لك ايه؟ ما احنا كنا عشان انت اقسم بالله والمصحف ما بتحبني. انا بحبك جدا وبموت فيك. لا لا كداب يا ست. كداب يا مادي والله العظيم بتكذب. لا انا طلعت البالون ده ليه؟ عشان ننكد على بعض. طلعت يا مادي. وانا بخاف اصلا من ام البالون ده. طلعت البالون. انت ايه انا ما فهمتش حاجه من اللي انت قلتيه ده. طيب خلاص بقى صحيت الناس تحت. يا رب لا قريبه منك يا رب. قول يا رب خدني. انت بتدعي عليا يا رب. انا على نفسي يا مازي. انا اعمل ايه عشان اصالحك بقى؟ ازاي ازاي اعمل حاجه يا مازي؟ تخلي بقى خلاص بقى. بس يا مازي يا مازي انت ما بتعملش كارستيني ليه؟ كارستيني عشان انت بحبك والله. لا يا مازي لا يا مازي لا. ايه السبب؟ انت سيلفش. ايوه انت سيلفش. انا سيلفش؟ اه. طب تعالي نتصور سيلفش عشان تحطيها في الجروب بقى. خلاص شو جو؟ بص الارض جميله. بص الرمله. بص انت بس. بص يا مادي. بص يا مادي يا ست. بس انت انا مطلعك يا مادي. بص يا مادي استني بقى. مادي قلت لك عشان خاطري. انا هبص بص وارجع على طول. ده عشان خاطرك انت بس والله العظيم. مادي بيحبني. مادي بيحبني.
بس يا شوشو بقى ما تتهزيش كده. لا بصي يا عندي حلو قوي الاحساس. طب طلع ايدك طلع ايدك. بصي كانك عصفوره طاير. كانك عصفوره طاير. اعمل كده اعمل. احلى لحظه لحظه الهبوط. بس انا خايفه يقع عند الحته دي تفتكر؟ ما تقلقيش ما تقلقيش. ولا هينزل فين؟ انت بتعرف تركن يا عم انت؟ الله تيجي احنا ندب كده يا مادي فيقع وخلاص الحته دي. ايه ده ده بيطلع كمان. تاني يا مادي يا استاذي بيطلع تاني. ده كده هيبقى عايز يضحك عليك ويدفعك عقره تاني. نو اجين نو اب اجين نو مور نو مور اوكي لاند بليز وان مور وان مور اجين تو مور ثري مور اني مور اوكي اوكي اوكي. هو قال خلاص البتاع الغاز فضي. مش الحلو دنجا دنجا ما تاخدنا دنجا دنجا يا فلالي على مهلك حبه حبه يا فلالي. نزلنا واحده واحده نزلنا واحده واحده بقى. بيعمل زي سواق التاكسي اللي يقعد يلف بيك حته زياده عشان يدفعك كتير. هو عمال يستنى يعني هي اصلا هو اللي هديله الفلوس هي لا ما هو معاه العداد لا مع نفسه هو يقعد يعمل كده بيستهبل. وفي الاخر يقول لك الانبوبه غاليه بقى وجايبها من مصنع والمخزن ودافع ب 20 وهي ب 18 ويقعد يقرفنا. بعدين بقى في الارض احنا نازلين في الارض زراعيه تيجي ننط ننط هنتكفى على وشنا وهنتكسر بتفكري ازاي؟ كل ما بتنزل اختي ماشي خلاص. هو انت يعني مش بتتمرن؟ انا دخت يا شوشو. انا مش مديك دوت ترجعي يا مادي الصبح. اعمل ايه تاني؟ ما اشتغلش البتاع رايح جاي بيجي يعني بيروح وبيجي كده. ده طلع بينا فوق تاني قوي يا عم الحاج. نزلنا بقى مادي بطني يعني ايه بالانجليزي؟ سكس باكس سكس بليز انكل ماي سكس باكس از اب اند داون بليز ستوب ليتس جو تو ذيس. احنا بنطلع تاني انا دخت خلاص. وارني يو برايد واز باد هاني مون ريلي باد هاني مون. انت بتقولي له ايه؟ بقول له ان انا مبسوطه معاك بجد؟ شفت بقى لو كنت كملت معايا لحد ليفل 3 في كورس الانجليش مش كان زمانك بقيت عارف انا بقول ايه؟ قول معايا قول له قول له انت بقيت تعلميني دلوقتي. استنى قول له يو ار ا جود وومن. اقول له هو يو ار ا جود وومن ثانك يو ليتس جو داون. ايه يا عم الحاج انت بتجرب فينا؟ عايز انزل نزلني. عملنا حادثة يا مازي يا مدام. هي بتجري ليه؟ الحمد لله. هل اوكي؟ نو اي ام نوت اوكي. هو يا عم البتاع اللي بتتنفخ تاني يا مازي الحق هيطلع بينا. لا الحق بقى تعالي نلحق ننزل بقى. طب يلا نط وامسكني بقى عشان زي ما قلت لك اما اشوفك. لا انا كده هتدلج على وشي. اعمل لك ايه يا مادي؟ ثواني. يلا يا مادي استني. هو مفيش اي مكان تاني؟ نو انت مش عارف تساعد نفسك هتساعدني؟ لا احنا هنقعد هنا بقى انت يا مادي حاول. يلا البتاع هيتنفخ تاني هيطير بينا. مش فاهم اعمل ايه. اعمل زي ما كنت انت خلاص كان فاضل لك سنه صغنن. ايوه كده بسم الله الرحمن الرحيم. استني انت توقعيني كده. استني مش بساعدك. ها اطلعي بقى لوحدك. مادي مادي سلام سلام مادي. سبارتا خليها معاك يا سبارتا كده يا مادي. يا مادي هقول لك ايه ما انت قليل الاصل. ماشي يا مان احسن زيلي ولا تروحي وتحمل بليز ليوناردو كان يو هيلب مي. تعبرني ماشي. ايه هقفلهولك الصندوق وتعيش فيه بقى؟ خليك عندك. هقفلهولك وتعيش فيه؟ خليك عندك وحياة أم لقيت لما أجيلك يا مان. ده هيبقى شهر عسل لك. مش هتعرفي تعملي حاجة. نطي بقى. هوريك يا مادي. ماشي. وريني بقى النطة الحلوة. وريني النطة الهوبة بتاعتك دي. هيلب مي بليز ليوناردو. سيبها يا سبارتا. الراجل ماسك ايدي يا مادي. يا سبارتا سيبها.
نادي هذا هو أكلت يا شكرا يا عم الحاج يلا انت فاكرني من مدريد ولا ايه أكلت مش بدل يوفو اوكي امس بو دونت بوت يور هاند اون ماي وايف بليز كيف فكرتيني دلوقتي وحياه الارض تطلع لك بس اطلع لك يا مادي هسيبك وامشي تسيبني انت بتخلي الراجل بتخليني كده دي مش ايدين دي خلاص بقى ما انا رجعت لك اهو يلا طيب خلاص بقى شوفوا بقى يا ماما خلاص يلا انا نزلت لا انا جيت لك اهو تاني وانت فاكراني بتاع سبارتا ده هيقف و في ايه؟ يلا انا ميت من الجوع انت مش جعانه صح؟ طب يلا بقى نط عشان ناكل طب امسك طب حط رجلك هنا دي صعبه قوي يا ميدي سو هارد معلش مش وقته انجلش ريحه الغاز خنقتني معلش سدي مناخيرك مش وقته يا. ماشي هم الحوامل كده بيشموا حاجات قوي لا هو مش لا دي كده رقصه التمليك كده ده بيه كده ده دي رقصه خليكي جد شويه ايه الجد ده برافو شوشو بس يا مادي يلا طيب اسندي عليا بقول لك ايه يا مادي ما تشقلب البتاع ده وانا اخرج منه كده ماشي ما تشقلبه بيا كده حاول من ورا هتكفي على وش لا انا همسك مش طب اسمع الكلام امسكي بتفرق مش عارفه هنقعد طول اليوم هنا مش عارفه اعمل ايه لا جربي تاني هو ده التحدي انا عايز دوزة التحدي بقى يلا يلا اطلعي بكتير الخروج طب يلا بقى شوفوا بقى ده ولا على كرسي كرسي حمام صغير كده كرسي حمام دبليو سي بوتي شير بوتي تو بيبي something to put her legs on maybe because I am jump for his to jump you don't have ما عندهاش there is nothing ايدك بس اثبت no, 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 لا معلش يلا he is بيغير عليا يلا انت بتحط رجلك هنا الفتحه ايه ما هي دي الفتحه طب يلا هات ايدي بقى ونطي هات ايدك لا ما تعيش ورا ارمي راسك الاول راسك اتقل من جسمك يلا يا شوف يلا واخلاف الناس يلا 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 ايوه ماشي ست ماشي تاني ست ماشي تاني وانت قلت لي محدش هيكعورك جو اوت نو ماي هازبند جاست هي از هيلب مي هي از ا مان اوكي ما تمديش ايدك عليا بقى برافو الحاج ما تلمسيش ايوه برافو ايوه ما تلمسيهاش ما تلمسيهاش ده انت تاتش مي ما تلمسيهاش بقول لك انا خليك هنا كمان يا مادي مادي خلاص عند جنب مي ما تلمسيهاش Don't touch me please my husband promised me just he ما لمس لف ماشي شلني قبح بقى مين لا لا قبح مين انا مش مصدق وعدتك ونزلتك لوحدي برافو يلا يلا نجري من عندي باور جامد قوي باور ايه بتجري ليه انا مش قفوشه هو مادي هو اللي اصلا بيقعد يعمل حاجات كده بيضايقني خدتها قلت اركبها الباراشوت ونطلع ونبقى حاجه جديده قعدت تجري على الباراشوت وفرحانه وركبت اول ما ركبت اتقمصت قلبت بوزها النهارده جيت انا بتاع الباراشوت ده عالي فانا جيت طالعه وهو ما ساعدنيش الست الصغيره اللي قد كده هي اللي راحت زقاني فروحت طلعت فوق الباراشوت المفروض ان انا جوزي متجوزه ضرفه باب المفروض هو اللي يزقني
مش يسيب الست المفعوصه دي اللي تزقني. فدي كسرت نفسي يعني، لما طلعت فوق ما قدرتش ان انا اتناسى وبصت بالموقف وكنت زعلان. انا ساعدتها وهي ساعدتها الست، بس انا مش فاكر يعني سبتها في الاخر عشان اركب، فمش عارف بقى، ما كنتش اعرف ان هي مقموصه من الموضوع ده. دي حاجه بسيطه؟ دي مش حاجه بسيطه على فكره، بالعكس دي حاجه كبيره جدا. ما هو اللي ما يساعدش في الصغيره ما يساعدش في الكبيره، وانا دايما من البدايه كنت بقول ان انت اناني بس هو ما كانش بيصدقني، بس انا بالايام بتاكد يعني. قال لي انا اللي هشيلك وانزلك. حصل، امال يعني ايه يعني؟ بس ما شنيش، هرب ومشي وانا زعلت. بس بصراحه بقى بعد كده غار عليا، اول ما لقى الراجل ابو عين خضرا ده جه مسكني كده راح جه يجري قال له لا مراتي دونت تاتش، وجه هو اللي شني وخرجت بسهوله جدا. طب انا ما عرفتش كنت زعلانه ليه؟ زعلت تاني افتكرت. شيماء، شيماء انت شايفه نفسك مش معبره؟ طب انت كنت زعلانه ليه في الاول؟ يعني انا هسالك سؤال، انت بتشيلها ولا لا؟ يعني بتقدر تشيلها؟ النبي قول لا. شفت؟ نقول لا. ساعات ما بقدرش اشيلها. لا ازاي يعني؟ هي اساسا ما شاء الله جسمها حلو جدا وبتعمل ايروبكس ورفيعه وحلوه. اها ايوه بس ما انت قدها. طب ما انت جاي، فلما انا اتجوز واحد زي ده يبقى لازم يشيلني. مش قادر. ليه؟ مش قادر يعني ما نسيتش. يعني اقعد اتعالج بقيت عمري؟ ولا بخاف على صحتي؟ لازم تستحملني. من اللي احنا اتفرجنا عليه دلوقتي ده واضح انها هي يعني ايه بتتعصب بسرعه وكمان بتنسى بسرعه يعني هي شوشو حساسه ونزلت ونسيت كل اللي انت عملته فيها. شوف وقعدت تجري سنسيتيف هي، وهو برضه لعلمك يعني حمال قسيه برضه. هو عسل وانا ما اقدرش ارفض له طلب. انت جعان؟ باين عليك على عينك انك جعان. انا جعان جدا. والله نطلع دلوقتي. هناكل يعني؟ هنطلع دلوقتي نحضر لقمتين للضيوف ونرجع لكم تاني، استنوني. يلا نبدأ. يلا يلا. ما بيعملوا ايه؟ بتعملوا ايه؟ بنجيب لكم الاكل. يا نهار ابيض، مره واحده بقى حاجات بقى للست جيجي بقى مخصوص. عشان ايه؟ هي طباخه فحبيت اعرفها ان انا ايه بقى، مفيش اجمل مني ومن طبخي. اسلم ايدك يا شوشو. والله الله، احنا ما رضيناش نتقل يعني، قلنا ايه عشا خفيف كده. كل ده ما تقلتوش؟ لو تقولنا في يوم من اول النهار كده الموضوع يفرق. يفرق ازاي بقى؟ بص احنا مش هنعزم بقى. يعني انتوا اصحاب بيت. فقيت مدوا ايدكم كده. لا هو انت براحتك يعني، انت ما تقلقيش علينا. يعني ايه؟ لا هتاكلي والله العظيم. عيب شكلك هفتنى. بقول لك ايه؟ لا بصي، طب انا هفهمك. ايه؟ لا جو ايروبكس والحاجات دي. لا 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 ده انا نضيفه واكلي. ها اهو تعدمين اهو، خدي واحده ثانيه لا تقرف. لا والله طب هو بلاش. بصي طب انا هاخد قطمة. والله لا تاكل، هتشتغلني يا مادي. هتشتغلني مش هتاكلها كلها. لو سمحت. ده الاكل حلو قوي والله العظيم. انكو حلو قوي صح. اقعد يا مدوده المعكه. دي فشه وكرشه ومنبر وعين ومخ. بس ما رضيتش اعمل لكم كوارع. العين الجواهر عشان انضفها. عارف الجواهر؟ الجواهر دي العين الجوهره. يا لهوي. يا لهوي. يا لهوي ايه ده؟ انت لو دقتها. لا لا مش هاكل عين انا. طب دقها. لا ولا هدوق ولا اي حاجه ولا اجي جنبها. ده العين غير النني. لا 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 لا. طب دق بس، دق بس العين غير النني. لا مش هاكل عين انا. انا والله كان نفسي اجيب لك مخاصي بس هي شوشو ما لقيتش. انت اكلت من ايه ماجد تاكل؟ مش هاكل عين انا. لا خد هنا. لا فين؟ لا لو النبي مش هاكل عين. والله يا ابني ما ينفعش في البيت والله. لا مش عايز اكل عين. الحقوا يا ماجد. لو النبي مش عايز اكل عين. النبي لا مش هاكل عين. لا حته صغننه. لا 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 حته صغننه. اسمع ده مش عين دي. بص دوق يا ماجد اهو. برافو برافو. دي بتعمل ايه بقى العين دي؟
بتكبر العين. بتقوي النظر. بتقوي النظر. طب ماشي قوي نظرك بقى عشان انت ايه تشوفها كويس. ما دول مش عايزين ياكلوا من اكلي. انا عايزه اقول لك على حاجه بقى ايه في نفسي. مش حاجه بس كل دي. استنى بس والله عايزه اقول لها حاجه. والله هاكلها بس عايزه اقول لاستاذه جيجي حاجه. قوليها. انت انا حاساكي كده متعاليه على الناس قوي وحاساكي كده جايه لنا من ليفل كده فوق وبصلي كده. قولي 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 قولي. ايوه قولي. مش كده ده كل لحمه. لا دي لحمه مش لحمه. هو انت برده ما سالتنيش اكل ايه. ما سالتكيش تاكلي ايه. ايه يا سلام. انت لو راح حد عزومه تقولي له اكل افرجي وما عادش غير يعمل لك الاكل ده. انا مش هقول انا هتكسف. طب انت بتحبي اكل ايه بقى من ايدك لو انت هتعملي اكله مزاج؟ بتعمل سوشي حلو قوي مثلا. بتطبخ سوشي؟ اه بتطبخ سوشي حلو قوي قوي. بتعمل بجد الرز بتاع السوشي ده بتعمله وبنقعد بقى احنا نلف بقى السوشي بقى ونقعد الله. نعمل طب بتعرفي تلفي محشي؟ اه طب بجد. ايوه انت زينا. لا هي معاها المكنه بتاعت السجاير دي بتحطها. بتقمطي القطمه كده وانت بتعملي محشي ولا بتبقي برده بنفس شعرك كده والقصه البومبي؟ لا 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 ببقى يعني ممكن ابقى لما شعر. هو انت بتصحي تلاقي نفسك حلوه كده؟ لا لا طبعا. اه 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 انا لما قالك لما اتجوزتها على علمك لما شفتها مره وهي صاحيه من النوم. انت شفتها صاحيه من النوم ولا شفتها في الجيم؟ جرايا يا استاذ هشام انت عمال تشتغلنا وتسرح بينا. ايه العلاقه الغامضه دي؟ طب ما تسمعنا حاجه بقى كده واحنا قاعدين بناكل كده ومبسوطين. شوفي بالحب هتاخدي عيني هلاقيكي وحتلاقيني. بالحب هتاخدي عيني هلاقيكي وحتلاقيني. انا عايش جنبك انسى الناس والدنيا كلها. انا عايز الاقي فيكي كل حاجه بحبها. عايزك تحسي بيا ومن عيني تفهميني. شوفي بالحب هتاخدي عينه الاقيكي وحتلاقينه. الله الله الله. انت ما تسقفلوش ليه وترقصي معاه كده وهو بيغني؟ لا بعد وهو بيغني كده مش تبقي متفاهمه معاه؟ بيغير عليكي؟ احلف قوي. ما بتحبهاش تعمل كده؟ يعني هو انا كده ليه؟ طب ما انا بعمل كده. انت اعملي زي ما انت عايزه. ده تتمايل بس حاجه بسيطه. اه مش قدام الناس. تتمايل لك انت؟ مش المفروض ايروبكس بس؟ تتمايل؟ ما تتمايل انا بحب تتمايل. ايه المشكله؟ ماجد انت ما عندكش مشكله تمايل صح؟ طب هنطلع فاصل وانا بتمايل نرجع تاني. يلا بينا يا راجل. والنبي انت منورانا. وانت كمان والله العظيم منورانا. ده انا مبسوطه جدا. عندنا لعبه اسمها الطوافك. تمام. الطواف. الطواف. طواف. انت عايز تجري ولا ايه؟ لا اقعد هنا. التوافق يعني التوافق. احنا انا مثلا هسالك سؤال فانت تكتب الاجابه. اكتبها. وانت تكتبي الاجابه ونلف نشوف ايه كتبتوا زي بعض وعارفين بعض وفاهمين بعض ولا لا. نادي يسال جيجي سؤال ونلف ونشوف. عجبتك؟ خدي عسل. نعمل فيها حركات دي. طب يلا خد. ماشي. ودي ايه دي؟ الاستيكة عشان بعد ما تكتبي تمسحي. في غش؟ السؤال الأول لجيجي. إيه لون هشام المفضل؟ اكتب. ما أنت تكتب بسرعة. يلا أنت تكتب ونشوف. أكتب لوني أنا المفضل. استنى ما هو يكتب وهنشوف صح ولا لا. بس أنا عندي كذا لون مفضل. هو المفضل. لا انت هتحيرني. لون. هو لون. انجز. لا استنى ده حرف. يلا. لا انت عندك واحد مفضل. ما خلاص هتقول لك كده. لا شيء. عندك واحد مفضل. يلا بنتكلم في الهدوم. عندك لون مفضل. يلا ما تبص اللي هو كمان. ثواني بقى. بيبقى شبه واحد اثنين ثلاثة. لف ويلا لف. ايوه ازرق. واول نقطه على الازرق وخمسه وخمسه عليهم. حلو. ابو الازرق وطفوا من الحسد.
طيب دلوقتي السؤال لهشام، قول لنا ايه اسم اخر صاحبه جيجي اتخانقت معاها؟ يا ساتر يا رب. مش عارف. لا لازم تكتب بقى وتخمن صاحبتها بقى في الشغل، صاحبتها انت متى اتخانقت معاها، واحده استلفت منها الفستان ما رجعته الحش، واحده سلتت منها عقد كده، حاجات بسيطه دي يعني. وبعد كده هيحصل مشاكل بعد كده مع اصحابها بقى؟ لا مش هيحصل مشاكل، ما هي متخانقه معاها اساسا، هي مش صالحتها خلاص. انا عارفه هم يعني اكتبوا اكتبوا يلا يلا عشان تاخدوا نقطة. كان في خناقة حصلت مش حتى لو خناقة صغننة، سوء تفاهم بسيط وعدى عادي. اكتب اكتب يا بيبي ولا اعمل ايه؟ لا مش هنجيب سيرة ناس. ايوه لا مش هنبين الاسم. طب احنا هنعرف الاجابة لنفسنا. لا مش هنبين الاسم ولا مش هنجيب سيرة ناس. ايوه بالظبط ما هنبينش. مش هنجيب سيرة ناس. انا اهو خلي البورد كده، ما هي كده محدش هيعرف. مش هنوري الناس، مش هنوري الناس، بس نعرف عشان هنقول اخدوا النقطة عشان ناخد النقطة ونساعة على طول. يلا اوكي ارفع بقى اكتب. اوكي شوفي كده. برافو هي ماهي. برافو. وخدوا نقطة على حسك يا ماهي. ضحكوا علينا يا نانا، ضحكوا علينا، طلعوا أشرار عمالين يضحكوا 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 يضحكوا، هما الاتنين مكركرين من الضحك. أنا هوريكم والله والنبي. انا انت اللي صدقته. سؤال الجيجي، اخر حاجه هشام بيعملها قبل ما ينام؟ ارفع واكتب. لا مش هتفهموها الكتابه وحشه. لا باينه باينه خلاص. يلا نلف للكاميرا. بيصلي ما شاء الله وسافة وخدوا نقطة. برافو. النبي تبقى تدعي لنا بقى والنبي الله يخليه. طيب السؤال دلوقتي لهشام، لو جيجي كانت مرأة عاملة كانت ممكن تشتغل ايه؟ انا مرأة عاملة غير الطبخ. لا غير الطبخ. انا مرأة عاملة. هي مرأة عاملة بتشتغلي ايه؟ هي بتشتغل في حاجات كتيرة يعني. زي ايه؟ يعني هي بتشتغل. لا ما انا قصدي غير شغلها يعني الطبيعي، ايه الحاجه اللي في خيالها او موهبه ثانيه ما حدش يعرفها كانت ممكن تبقى بتشتغل فيها؟ اكتب ولا ايوه اكتبوا يلا. ما فيش في دماغي هو عارف اهو. انا ما اعرفش. عارف اكتر مني انت. طبعا انت هتغششها. لا الحاجات اللي كانت بتعملها زمان كانت حلوه، بتعمل حاجات حلوه. اكتب. انت كان بيعرفها. ما عنديش حاجه اكتب. كنت بتخيطي؟ بقى احنا وريني هتنطقيها ازاي. طيب يلا ايه كتبتي؟ نو اكسسوارز. اكسسوارز بس هي ما جاوبتش، يبقى ايه بقى؟ يبقى خسرتوا النقطة للأسف. يعني انت عرفتي ان هو فعلا هو اللي صح عشان انا اشتغلت في الاكسسوارز. بس هو هي قالت لك حاجة تحب تعملها ما عملتهاش. يعني قصدك ان اللي هو كاتبه غلط؟ ايوه. خلاص يبقى تخسروا النقطه كده او برضو بس يعني انت اللي حكمتي قلت لك اللي كاتبه غلط. ايوه هي كاتبه غلط. لا مش غلط. لا المكتب غلط. لو سمحتي بوز ما بيغلط. مش بص انا لا 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 بس انا لا لك لغايه دلوقتي بتحب الاكسسوارز جدا وانا كمان وبتعمل حاجات حلوه قوي وبتوفق حاجات مع بعضها وبتعمل هي ما شاء الله الحلق بتاعها عجبني قوي ما شاء الله. والله العظيم لا بجد حلو عليك. طيب يعني انتوا كده كسبتوا معانا في المسابقة خمسة الأولى ثلاثة. لا 6 من 10. ليه بقى؟ إن شاء الله نعيد من الأول. 3 صح. نعيد ايه؟ لا نعيد من الأول. خمسة فيهم ثلاثة يعني 6 من 10. صح. خمسة فيهم ثلاثة 6 من 10. 6 من 10. أنا بقى ما بعرفش في الحساب خالص. ما علينا، يبقى هم كده كسبوا 6 من 10. لسه فاضل بقى اللعبة الثانية اللي هننافسهم فيها أنا ومدودي، وهي لعبة التابوت. لا من غير دي. ليش ما؟ من غير دي. هنعمل بقى بالكروت دي. اللعبه عباره عن خدي هاتي غطا القلم. حاضر اهو غطا. ميرسي. هاتي بقى دي وحطيهم هنا جنبنا. وايه
اطلعوا كده لقدام. سيبي يا مدوجي بقى يلا. انا كمان لا خليك انا هديك كروت او انت ما شاء الله انا هقولها لحقك جيبي. بص الصور دي انا هطلع دلوقتي صوره وهوريها لماجي. هو لازم يشرح لي الحاجه اللي فيها عشان هو ماجي جوزي فلازم ابقى فاهماه ويبقى فاهمني. ما انا هشوفها مع ماجي. ما هو مش مهم عادي بس المهم ان انا اللي مش كل واحد يشرح للتاني يعني هو يشرح لي بقى اللي فيها. فاحنا بقى كل واحد فينا ليه صورتين. بصوا هتفهموا انا هوريكم كده وانتوا هتفهموا اهو بس من غير كلام اهم حاجه ما عادش يتكلم بدون كلام يعني. يلا ايه طبق ايه 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 ده بيوصف لك. ايوه ما لا ما ينفعش ما يوصف ما ينفعش يعمل كده بايده. ما هو مش عايز ايه ما هي وصف من غير كلام هو بيوصف الكلمه. انت قافش ليه يا عم؟ المفروض انا معايا يعني انا خوف. لا لا ولا مش معايا هو احنا مع بعض ولا انا لا هنضرب بعض في الاكل. لا انت مع جيجي وانا مع ماجي جوزي. يلا طبق في الفرن مية مية ماشي. سي جي. أيوة. سي جي شكرا يا جوجو كده كله واحد كده وكده يبقى سي جي اللي حطها كده. ايوه امال ايه ده احنا شاطرين قوي وبنفهم بعضين. مين بقى الدور على مين؟ بقعة واحد. ايوه صح. وشاطرين قوي وده بدا يقلقني يا ماجي. يلا وريني. هتقعد نص ساعه بقى تحكي لك الحدوته. انا بفهم كده وكلها انتوا الاثنين فاهم كل حاجه. أيوة انتوا الاثنين فاهم احنا بنعمل كل حاجه سوا صح بجد. لا السنجاب بسين سمك كلب البحر دولفين. برافو. طب ايه علاقته بالحمى؟ اعملي لنا كده ايه علاقته بالحمى؟ مش احنا واحنا بنستحمى بتقول ان شبه الدولفين مليطه. يلا اي حاجه فيها كده يا بيبي. ماشي ان شاء الله تخسروا يا رب. لا احنا هنشوف بقى جيجي هتعمل ايه. ممكن تقومي بقى يعني نضيق على نفسنا شويه نحرق. لا 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 ما اقدرش اقول. لا لا ما انت جاي عليا من الاول. لا والله ده انت حبيبتي وحياه ربنا. ما اصل وصفها يعني ليه هنلف اللفه دي كلها. لا براحتك جري تطلع سلم عجله. فاضل اجابه. فاضل لكم اجابه واحده. فاضل اجابه واحده لازم تعرفها. ما تقولش بقى بتقول لك. قوم وقف جوزك هيخسر. تعالى على نام. تعالى على نام. انت بقى انا بتدخل؟ لا خلاص انا اتدخلت بينك وبين جوزك؟ لا معاكي حق. خلاص حاضر. لا يلا يا لا خلاص يا ستي انا سكت. لا بيوقعوا ما الله انا سكت. لا لا هشام. لا بصي يا هشام مركز اهو خلاص. دي سهله قوي. تريدميل. عرفتها ازاي دي؟ يعني هو حاطط الفيش عارف؟ ما هو ما دام ما بجيش طبيعي بحجب الكهرباء طبعا. ده حتى الجري كان على الهادي. يعني جري في المكان. لو انا بقى وانت يا ماجد. لا لو انا هتمشي تمشي وتطلعي وتسلمي على الناس. طيب عموما انتوا كسبتوا برضو معانا في اللعبه. ايوه الله. فاخر بقى حاجه لازم نعملها علشان خاطر نعرف بقى فعلا فعلا انتوا شايفين بعض ازاي. فهتاخدوا البورد الحلوه دي. اتفضلي. والنبي ما تقولي اللي انت ناويه امانه عليك. لا 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 اهو يلا. وعايزينكم تبصوا لبعض وترسموا بعض تقولوا لنا انتوا شايفين بعض ازاي بالشكل التخيلي كده. وما دام ليكي في الاكسسوارات اكيد هتعرفي بقى تظبطين. طبعا. يا حبيبي
رسمك حلو. بجد حلو قوي. ده فار ده. ايه ده؟ خلاص انت خلصت؟ يلا عشان نبتدي التايم ينزل. خلصت؟ اصلا خلصت. خمسة أربعة ثلاثة اتنين واحد ونلف. الله تركيات قوي يا جماعة. هو رسمها وردة وهي رسمها قلب. لا ده احنا نسمع بوسة كبيرة بقى. يعني ربنا يخليكوا لبعض طبعا، بس بما انكم كنتوا كرييتيف فده هيفتح لنا مخنا لحاجة تانية، ان احنا نحكم عليك يا اتش انت الحكم النهائي، لان انا مش هقدر احكم على جيجي لانها حاسه ان انا مضطهداها، فانا عشان اثبت لها اني بحبها هاجي لك انت. قولي. اوكي؟ ماشي. لازم تقلد لنا حد. زي مين يعني؟ اي حد انت بتحبه، ممثل، مغني، تقلد جيجي وهي بتتكلم، اي حاجه. بتقول وتعيد لمين؟ وبتشكل ده وده الناس المغرمين ما يعملوش كده، دول مهما تألموا بيداروا ويبتموا ولا يوم يتكلموا. الناس المغرمين ما يعملوش كده. بس انا عايزه اقفل الحلقه الحلوه دي ان انا طبعا اقول لكم ميرسي انكم نورتونا، بس قبل ما اقول لكم كده عايزاك تهدي اغنيه لجيجي وانت باصص لها في عينيها، واكتر اغنيه بتحب تغنيها لها ايه؟ من بين عيون الناس عيني عيني تشوف عينك، وقتل مع الإحساس قلبي سبقني أحكي لك. من بين عيون الناس عيني عيني تشوف عينك، وأتوب مع الإحساس قلبي سبقني أحكي لك. شفتك يا دوب لمحة بعيونك السمحة، شفتك يا دوب لمحة بعيونك السمحة، وكأن بحر حنين مقسوم بيني وبينك. الله جميل. انتوا عسل وربنا يخليكم لبعض وتفضلوا دايما كده مع بعض وربنا يخلي لكم ولادكم، واحنا عايزين نشكركم جدا وبنقول شكر كبير وتحيه كبيره، ونورونا النهارده استاذ هشام عباس وزوجته جيجي. وانا عايز احييكم. حيينا. وانا عايز احيي اش اش وماجد. ويا رب تكون قعدتنا الحلوه الخفيفه دي تكون خفيفه على قلبكم، واستنونا في حلقه جديده من برنامجكم 3 في 1.